هي شمس محافظة كفر الشيخ، فمع شروقها استيقظ أهالي قرية برج مغيزل بمركز مطوبس ليجدوا خلية نحل من متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وذلك بوجود قافلة ستر عافية 22، والتي جاءت بمشاركة أكثر من 18 كيانا من كيانات التحالف، هدفهم خدمة ودعم أكثر من 30,000 مستفيد. مشاركة هذا الكم الهائل من المؤسسات والجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي طبعا، وجميع الخدمات هنشوفها النهاردة موجودة، وبيتم تقديم جميع الخدمات في جميع المجالات. القافلة بشكل عام في جميع التخصصات، سواء في القافلة الطبية أو في الكرنفال أو في معرض الملابس. جايبين لهم 500 كيلو لحمة، وجايبين لهم بعيادات بطنة وأطفال، وجايبين لهم بصيدلية ميدانية، وكل حاجة عندنا بالمجان. عملنا مبادرة تمكين الاقتصادي لتنمية المشروعات، جبنا التنورة ولعبنا مع الأطفال وعملنا يوم كويس معهم جدا الحمد لله رب العالمين. حزمة متنوعة من الخدمات تقدمها القافلة، بداية من القافلة الطبية التي ضمت العديد من التخصصات للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان. ألف ألف شكر، وأنتوا ناس كويسين جامد، ونورتونا وشرفتونا وخففتونا. احنا لما لقينا ان في علاج هنا الناس كلها جت عشان تتعالج، عايزين نشكرهم ونقول لهم الف شكر ليكم والله، ويعني ودي حاجه كبيره وحاجه كويسه ان هم جم يعملوا معانا حاجه زي كده. الله يخليه ويبارك له ويديله الصحه ويحنن عليه ويفتح له باب الرزق. الرئيس حبيبي حبيبنا والله، يجازيه ربنا على العمل اللي بيعمله. كانت كشفت عاد واعطوني علاج اهو، اعطوني برشاء. جانب آخر من قافلة ستر عافية، دائما ما تحرص عليه، هو معرض الملابس الذي يناسب جميع الأعمار ويشمل على أكثر من 7,000 قطعة بأسعار رمزية. توزيع الملابس والله مفيد لنا كلنا، والعيال بيلبسوا والحمد لله. الأسعار فيها رخيصة، الحتة ب20 جنيه وبعدها بساعة واتنين كده نزلوها ل10 جنيه، كانت الناس كلها كانت طالعة مبسوطة، أنا من ضمن الناس أنا اشتريت. فكرة كويسة جدا، لأن الهدوم فيه بلاش وفيه في أسعارها كويسة، يعني قطع ب20 من قطع ب5 وجديدة، في منهم ماركات، يعني فكرة كويسة جدا الصراحة. هذا بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس. شكرا على تقديرهم اللي هم بيعملوه، كان حلو جدا، ووزع علينا هدايا وشنط كتير، وكان أحلى يوم في حياتي. يعني عملنا فقرات وكان وجابوا ميكي. اتمنى يعملوا لنا قوافل زي دي كتير. فعلا بجد يعني الناس هنا جاي ما بتضره الصح، فعلا بالنسبة للمؤسسات اللي شغالة هنا فعلا حاجة جميلة، حاجة رائعة يعني. ومبسوطة، والأولاد مبسوطين والأطفال، وكان في هدايا وحاجات جميلة، والقافلة الطبية كمان، يعني بصراحة حاجة جميلة، ويعني أول مرة أشوفها يعني. بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الجميلة، وبشكر التحالف الوطني. كما اهتمت القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، بالإضافة إلى المساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات. قطاع الغارمين بنتلقى الطلبات الجديدة، الحالات اللي عليها مديونيات وقضايا وهكذا يعني، وبندرس موقفهم، نبدأ نسجلهم في المؤسسة ونبدأ نشتغل عليهم عشان بإذن الله في مرحلة متقدمة شوية نسدد لهم المديونيات دي أو نخلص القضايا اللي عليهم. وموجودين كمان من قطاع التنفيذ برنامج تمكين اقتصادي، بحيث بنوفر للحالات اللي بتيجي لو حد ما عندوش مصدر داخل فيه مشروعات. علي غرامة، قدمت في مصر الخير، وهم وعدوني ان هم يحاولوا يساعدوني. يعني احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو حضرته بيقدم لنا دعم كبير، والنهارده بالفعل تعتبر مبادره جميله من حضرته ان هو بيقدم دعم خاصه للسيدات اللي هم اكثر احتياجا للمشروعات وكده. انطلاق قوافل ستر عافية بجميع محافظات مصر يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف.